ماريها وكالدة بيها مجالدة بربر خضر السعيد أحمد هي شهادوين يا بالمرنك للدوان كنتو سير شقالي وقفعنا حق الشقادة السنة تكيد تكيد مركا يكسمين قيمين هير سراح حفلت بالعرض وشقالها بالمرنة اللي كنتو سينا وكان عادي حرونتا وكالدة أسي أيها قورين بو عقالي ماريها وكالدة بيها بربر خضر السعيد كحيقين كيسا بوكر بلا إسحاق هي مسؤولين كلا وكمي دهان ماير كحيقين كادولان تهوصي بربرا دينان مان تاينو هالكن كوا بالمرنة إنو شقاليه السنة تكا شخصي يقو ونكسنا شغاله هي إنه قرنين يجوا نكسيهين، رنتي ما هو وح ما سنة كرناه، ووح سنة ضا وأبى المريض سنة ضبة ضن سوس عتي، سنة ضبة ضمن إن شاء الله وسوس عندهن تا، وحرتين يا، قف كأن كتشرين سنة كان لما عضي أبى المريض سنة كان إن شاء الله وكم بدنا قضاء سنة ضا ضمن بس سوس عدا، معناه إذا ما ها إنه أشخاص يسكر سو أبى المريض إنه شقونا قبل لقوا أيالو أنا كلي ده واحد لقى شو جوابيل لكن سدي أقسم يا شوحيين يسوع حلان أما نوك هنان أما المركيان سلاجني يفتح ده بدن أنتي أنا قبل شيئا شو جد قيمة أنتي أنا ركعي سد شقدو دي هنان كحبسين ده يودين وانكو كان عادي تونتي شقالها على صاحب لي إن تونتي وان شعلة دمانت أيد شقالها وكالة بيه بربرة إن لو ولا أبال مريو إنه يسنتي ودرسول موديل سنتي وي وديه لكن هادنا إن والله خلد نبعه والي سديري نبع كليا لغو خلد تقع أحبا ما هاد نبع يلا با هاد يلا بنا صاحيب أو ودا شقين أو سيت ودا تشوغي أو قوب ودا تشوغي أو حفيز ودا تشوغي مدلقا قاعتي ما هاد تعال معنى هادو إن محاكو راح ضايق قفكن سيقار لود دي إن لكن وحاي هالكا ثمو تشيني ساون إن قفكن بوينت سيارة أو محاكو راح أمو حفيز كيو كويرن قاعدي صاحب كيو هرو يا رب حي اما كاستمر اسيرو كك سكيرا هذا القبو كغلا هادلي و خن با لو قيمي ادغو شقالها واحد كو جرا شقاله ان بدن سو شقي و حنا كان كحسيا علي دبار او انا ودا كرو وكاله دي بيها او بربره او سكونيسا او هلك او كشقينه وكاله دي بيها بربره لخد سنادود وينو أبال مرة علي 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 وينو أبال مرة وينو أبال مرة هنا شغاله هنا وينو قد شراء وينو الدعاء هنا وهاي نهر فضية وحان تعالى مر والبا شغاله وكالة بيه بربراء إنا مر والبا حاكو راه ضايق ده كم مقدار شغاله كم مقدار هل كان واحد لقى شيء ما لين تي دوينا شغاله لو رجينا وشيء وحقول شغاله وكالة بيه بربراء وشغاله دقمد أما قبل خا صح لقوم شهر خير له إمي كان هالكوا على قشاق بإذن الله وحن كده دالية صدق حتى بلاد أوجه الرئي مركين قيمة إنه تخلقين إنه إنه وحي إنه قرار صن كرنا اللي يدين كردي أنت وحن قبنا إنه حفلة دي سنة كي تجي أول مرة أنت شغالها وكالد بيها إن وإن ما أنت أي كوبا أنت هاي شيء لباتن كي بشي كوباد 2023 runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in maanta shaqaalaweynahi wakaaladda biyaha aan abaal marino qof kastana aanu ka abaal marino shaqadii uu qabtay iyo kartidiisii iyo dadaalkiisii iyo waxa weeye firfircoonidiisii in runtii waana iska calaf qof kastana waxa weeye sanad walba shaqaalaha qayb baa la abaal mariyaa sanadka hore qayb baa la abaal mariyay sanadkana qayb baa la abaal marinayaa sanadada soo socdana waa la abaal marin doonaa marka waxa weeye wuxuun baa abaal marintu macnaheedu waxa weeye qofku wadadaalkii inuu ka sii kordhiyo halkii hore uu ku wadi xafladan waxay daaran tahay xafladda shaqaalaha wakaaladda biyaha berbera lagu abaal marinayo shaqaalahaasoo aanu soo xulay kana soo xulay waaxyaha wakaaladda biyaha berbera shaqaalaha waxaan ku abaal marinaynaa shahaadooyin sharaf iyo lacag qofka xafiiska fadhiya dakhli ma keenayo haddii aanu ninka biyaha soo saaraya iyo kan ilaalinaya iyo kan biilasha ka shaqeynaya iyo kan maaragtay ilaalinaya biyahaba intabaan la iska hashamin waxaan idinku hambalyeynayaa runtii maamulkiina cusub iyo shaqadiyo meel fiican maraysa يا سنة كنا بشاروي بدنا عينو قبنا إن شاء الله وحاجة بيها إن شاء الله حرتشين إن مجالدي إنه نبديه في عنا يهشو
halkaan ay ka sii wadaan maareeyaha cusub ee wakaaladda biyaha magaalada Barbara iyo shaqaalaha wakaaladdaas ayaa muddooyin ku dambeeyay wada qorshayaal ballaaran oo lagu xoojinay adeegyada wakaaladda biyaha Barbara. Mahad Farax, telefishinka caalamiga Kalsan TV, magaalada Barbara. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah.